بعيدا عن الألعاب الإلكترونية في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي قضت على الألعاب الجماعية التقليدية، أتت انحش يا ذيب، وهي لعبة ابتكرها 3 شبان كويتيين. الرأي الإلكترونية أعدت التقرير التالي مع مبتكر اللعبة، فلنتابعه سويا. اول شيء اللي فكر باللعبه اخوي فهد الكعبي، لانه مل من سالفه الديوانيه ان كل واحد يكون ماسك تليفونه وقاعد وخلاص لين متى جنجفه جنجفه جنجفه. فبس يبي شيء ان تكون لعبه جماعيه وهم ستايلها قديم شكلها قديم. اول شيء الاقبال، احنا الصراحه ما كنا متوقعين ان الاقبال راح يكون بهالطريقه هذه، ان كل يعني الشباب يقدرون يلعبونها، حتى البنات حتى العائله نفسها. يعني انا كذا كذا زبون يطرش لي صوره مثلا يقول لي ان الابو قاعد يلعب معه، صدق نشوف الابو قاعد يلعب والام قاعد تلعب والعيال قاعد يلعبون. سبب انتشارها طبعا اول شيء البطولات اللي سويناها والمسابقات، ثاني شيء صارت خلاص روتين موجوده عند يعني وايد من السوشيال ميديا مشاهير طبعا، والناس متشوقين يبون شيء كذي خلاص، يبون شيء شعبي، يبون يعني يبون لعبه سهله هي بعد طريقتها سهله يعني. طبعا طريقه اللعبه او الاشياء اللي تتكون منها اللعبه فيها سجن وفي امان وفي النهايه وفي هذول المربعات. طبعا من البدايه 4 دوابيس يكونوا موجودين بالسجن. الطريقه تكون عاديه من اليمين تبلش تقط النرد 6 مثلا و6 خلينا نفرض، تطلع دبوسين من السجن او 6 و5 تطلع دبوس وتمشي فيه 5. الهدف من اللعبه ان انت تطق فره كامله تصعد لفوق للنهايه، وتحاول كذا ما تقدر انك تكون موجود بالامان على اساس ان الفريق اللي الضد اللي قاعد يلعب معك ما يطب معك بنفس المربع، لان اذا طب معك نفس المربع راح يرجعك مره ثانيه السجن. انحش الذيب هي فكره كويتيه بالكامل، بدايه من تصميم الشعار اخوي مبارك المحميد، وصاحب الفكره اساسا اخوي فهد الكعبي. فاحنا بلشنا اللعبه هذه بانشائها مع بعض ثلاثتنا، انا ومبارك المحميد واخوي فهد الكعبي، طبعا هو اساس اللعبه هو صاحب اللعبه. خطتنا ان نسوي ان شاء الله بطولات ومسابقات حق اللعبه، وبس هالمره ان شاء الله ما بيها محليه، ابيها تكون خليجيه وان شاء الله تكون عربيه. ويعطيكم العافية.